احنا بناخذ وباقي عندنا مشاركه او مشاركتين نختم عشان وقت الصلاه يمدانا. اسلم. السلام عليكم. الله يصبحكم بالخير. اذنك معك. اول شيء الربع مهما تكلمنا في الام والاخت احنا حتى لو نتكلم منا الى بكره ما راح نوفي في حقهم. الكلام يعجز ما قصر اخوي سلطان، لكن انا في موضوع اقسم بيات الله يا كلكم الحين اني ما علمت ولا واحد فيكم، لكن دامني طلعت في ابراهيم ولا هو بمقصد لا شو ولا ما ادري ايش اسم هذا ولا اني يعني استعطف احد او شيء، لكنه موضوع في خاطري وقلت لين يجيني ابراهيم بعلم الشباب اللي فيه، لاني بكره ما ادري خاف اني اطلع او شيء. اقسم بالله الربع ولا حداني على الحلف الا اني صادق فيه انه ولا واحد فيكم يدري بالموضوع اللي انا بقوله، ولا في اتفاق بيني لا بين مشعل ولا اي احد الشباب. الموضوع اللي هو الربع بيكم تدعون والدتي بالشفاء، جعل ربي يشفيها ان شاء الله ويقومها بالسلامه. اللهم امين. عندها جعل ربي يشفيها ان شاء الله مفاصل عندها. في الام مهما تكلمنا ما نوفي حقها. وبس الربع والله يوفقها. الله يحفظها ويشافيها ان شاء الله. بيض الله وجهك يا عبد الله، ولا هو غريب عليك وفائك ودعائك. أدركم معكم.